خلاص عرفتوا خط سيركو ازاي؟ اه هنروح على البور ومن هناك هنخرم على طريق السويس ونكمل احنا مشوارنا. تمام، نزلنا انا بقى هنا وهتجيلي بكره على المطار زي ما اتفقنا. طب ما اوصلك البيت يا ريس. لا لا اسالي اخد تاكسي من هنا. يا ريس اوصلك اي حته عايز تروحها. خلص يا راجل بقى نزلني هنا. حاضر. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا ريس. ما تنزل يا سيد تيجي قدام ولا هتعمل فيها بيه وتقعد ورا؟ لا بيه مين يا سراجة جاي لك حالا. ايوه يا نبيل انا حجزت لك في الاوتيل بعد بكره وبعت لك مسج ميعاد الطياره، عربيه الاوتيل هتستناك في المطار. بص بقى تجيب لي كل الورق اللي اتفقنا عليه، مش مهم جيب لي المشاريع اللي تخصني. يلا مستنياك، باي باي. القهوه يا بيه. ايه ده؟ هو في ايه؟ انت مش عارفه تشيلي صينيه قهوه؟ معلش يا مدام انا ما كنتش اقصد. طب اجري جيبي حاجه مسحيه بيها قبل الباركيه ما يبوظ. حاضر. أنا كلمت سامح خليته يحجز لنبيل عنده في الأوتيل. كويس أوي. أنت بقى حضري الأفكار اللي عندك علشان لما نقعد معاه نبقى جاهزين. بس اللي أنا مش فاهماه هي القناة هتبقى إيه بالظبط؟ يعني مسلسلات بس ولا إيه تاني؟ إحنا مش هنعمل قناة واحدة، إحنا هنعمل أكتر من قناة. لما كريم وسلمى يخلصوا كتابة المشروع هيجوا لنا ويوروا لنا وبعدين إحنا برضه نعرض عليهم أفكارنا. طب هايل. انا بالمناسبه دي كنت بفكر غير المسلسل ان انا اعمل بروجرام كده خفيف لرمضان. حضري كل الافكار اللي عندك وجهزيها وبعدين هنبقى نتكلم. طيب الجو حلو قوي بره، مش عايز نخرج نتعشى؟ يا ريت، ده انا عندي حاجات كتير بحضرها قبل الاجتماع بتاع بكره مع الاستاذ محمود الطويل المحامي فحصر عليها. لو انت في حد ممكن تكلميه وتتعشي معاه مفيش مانع. اتفضلي. طبعا اذنك. اتفضلي. مش فاهم ايه المشكلة دلوقتي يا محمود بيه؟ المشكلة يا سامح بيه ان البيانات دي مش كاملة، معنى كده اني مش هقدر اقدم التقييم الصحيح اللي طالبه شهير بيه. يا سيدي دي كلها حاجات بسيطة، وقلت لك ممكن تاخد المعلومات دي كلها من البيانات اليومية اللي عندي. اليومية دي ما تلزمنيش، أنا مش جاي أراجع حساباتك. أنا جاي أعمل تقييم مالي للشركة ومع عقود الشركات السياحية، وأعرف اللي لينا واللي علينا. يعني كده أنا ما بقتش فاهم حاجة، مش عارف عقود الشركات دي فين، وهيحاسبونا إزاي؟ حاضر يا محمود بيه، الدفاتر العقود دي موجودة، بس أنا زي ما بقول لك هي راحت بالغلط للشركة في الغردقة وهبعت أجيبها لك، مش موضوع يعني خالص. اتفضل هاتها. حاضر يا محمود بيه، هجيبها لحضرتك، أنا إذنك. اتفضل. ألو؟ صباح الخير يا فاضل بيه. واضح إن أنا صحيتك من النوم. معلش أنا آسف، أنا أصلي طلبتك كتير قوي. أنت كنت واعدني النهاردة هتجيب لي أخبار عن الموضوع بتاعنا، صح؟ طمن يا عمر بيه، الموضوع هيخلص زي ما أنت عايز بالظبط. إديني فرصة بس عشان أتصرف وبعد كده هتصل بيك وأجيلك. طيب مع ألف سلامة، مع السلامة. صباح الخير. صباح الخير يا ريس. إيه يا رجب سايبني نايم لغاية الدور كده ليه؟ ما أنت راجع الفجر، قلت أكيد ما نمتش كويس إمبارح. سيبتك تنام، هو الشغل هيطير يعني؟ طيب اعمل لنا حاجة ناكلها. ماشي يا ريس. يا صباح الفل. ازيك؟ وحشتيني. أنا في مارينا الغردقة. لا عدي عليا أنت بقى. هخلي رجب يعمل لك طاجن بامية إنما إيه عجب.
طيب يلا مع السلامة. باي باي يا جميل. هو في ايه يا عمر؟ ايه اللي حصل لك فجأة كده؟ يوم حفلة شاير كنت متفائل جدا بالدنيا. أنا مش فاهمة ايه اللي حصل لك من ساعة قرارات الحبس بتاعت أول امبارح. ايه اللي مش مفهوم يا شروت؟ ما هي واضحة زي الشمس اهي. لا مش واضحة يا عمر. أنا عارفة طبعا قرارات الحبس دي كانت حاجة سخيفة جدا أثرت فينا كلنا. لكن ما ينفعش تكسرك بالشكل ده. عارفة أنا أول مرة أحس بتقل الموضوع ده ساعة ما صدرت قرارات الحبس دي. عمري يا شروت ما حسيت بالتقل ده قبل كده، لا ساعة ما قامت الثورة ولا ساعة ما شالوني من الوزارة ولا حتى ساعة الرئيس ما اتنحى. قرارات الحبس دي حسستني إن أنا خلاص انتهيت. انتهيت ليه؟ انت مالك أصلا ومال اللي اتحبسه؟ ما هي سلسلة يا شروت، انت فاكراهم هيقفوا لحد كده؟ لا طبعا، اللي عملوه اللي اتحبسوا دول انا كمال عملته، كلنا عملناه، مصيرنا اكيد هيبقى زيهم. وانت فاكر يعني ان احنا هنسيبهم يعيشوا بقية عمرهم في السجن؟ لا طبعا ده مش هيحصل، خليهم بس يعملوا شوية الحركات بتاعت المحاكم والسجن ولبس السجن ده كله بس عشان يريحوهم، لكن في الاخر هنخرجهم. ده ما فيهوش كلام طبعا يا عمر. يا انا مبسوط قوي بالتفاؤل بتاعك ده، بس للاسف انا مش قادر احس بيه. انا كمان يا شروت حاسس ان انا استعجلت يوم عبرت لك عن مشاعري في حفله شهير. انت بتقول كده ليه؟ لان انا حاسس بالانكسار بعد اللي حصل. ما ينفعش يا شروت ان ادم يبقى ضعيف قوي كده انه يحب. الحب صدقيني محتاج بني ادم قوي. كلميني بقى عن طاجن البامية، عجبك؟ يعني 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 طيب مش هتديني وصفته برضو؟ ما احنا قلنا قبل كده كله بتمنه. انت عايز مني ايه؟ عايز اقطعك حتت صغيرة نونو نونو واحطك وسط المانجا والعنب والتفاح واغطيكم كلكم كده بالكريمة والشوكولاتة والكراميل. مش عايز تحط عليا ايس كريم بالمرة ولا اسنانك ما بتستحملش؟ لا انا عاوز احطكم في الفرن، انا ماليش في الساقع. تعالي على فين؟ هنطلع فوق. فوق فين؟ هفرجك على الفرن بتاعي. بص يا فاضل، أنا اتجوزت 3 مرات عشان أنا لا بصاحب ولا بضيع وقت.